طبعا احنا لاحظنا ان الاجواء طبعا مغدره، درجه مدى الرؤيه الافقيه تدنى الى ما دون ال 150 متر في بعض المناطق في صباح اليوم. والى الان استمر الغبار ويانا يعني خاصه في المناطق الغربيه والمناطق الشماليه الغربيه من البلاد تقريبا 200 متر رؤيه، ولكن في المناطق السكنيه اغلب المناطق السكنيه بدات تتحسن الرؤيات. متوقعين ان شاء الله خلال الساعه القادمه راح تبدا الرياح تحول الى شماليه غربيه، راح تدش ويانا رياح نشطه تتجاوز سرعتها 45 كيلو متر في الساعه. كثير الغبار ويانا، الغبار مستمر ويانا الى ساعات النهار الاخيره من اليوم. مع دخول الجبهة الهوائية الباردة متوقع أن تتكون بعض السحب الرعدية والأمطار خاصة على المناطق الغربية من الكويت. والآن رصد رادار الطقس اللي موجود في إدارة الأرصاد الجوية بعض السحب تشكلت بعض السحب الركامية على المناطق الجنوبية الغربية من دولة الكويت، متوقع أن تبدأ توصل حق المناطق السكنية خلال الساعتين القادمة. راح يستمر يعني الأجواء المغبرة خلال ساعات النهار، من بعد من الساعات الأخيرة من النهار راح تبدأ الأجواء بالتحسن التدريجي، سرعة الرياح راح تخف راح تكون معتدلة. خلال هذه الفترة احنا ما ننصح اخواننا مرتادين البحر بممارسة الأنشطة البحرية لنشاط الرياح وارتفاع الأمواج، كذلك الاخوان مرتادين الطرق الصحراوية نتمنى منهم انهم يديرون بالهم ياخذون حيطة الحذر خاصة مع هبوب الرياح الشمالية الغربية النشطة تؤدي إلى إثارة الغبار وكذلك الرمال الزاحفة على الطرق الصحراوية. نعم.